وش اسمك انت؟ لينا. لينا؟ قديش عمرك انت يا عمو؟ 8. 8 سنوات؟ من وين انت؟ من اي منطقة؟ من البريج. من البريج؟ ايش صار معاكي؟ رحنا على دار سيد الهي، اختي بتقول لي تعالي مع الحمام عشان خايفة تروح. لما راحت معها اختي حست فجأة قالت ترجع لورا، لهي رجعت علي. لهم قربوا علينا الدار وهي صارت تصرخ مش قادرة، كانت هدية. بعدين رجعت ايدها على تمها وصارت تروح مش قادرة. شو تعمل؟ عشان روسي مع البلاتين. تعالي تعمشي معايا. هيها يا عمي. لا في واحدة قالت صباطنا. تعال عندي يلا. هذا المجد ثمنه غالي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. من وين جبتيهم الآن؟ كانت مع أمي. بابا بنينا دار حلوة تحتيها بس ما فيش إزاز بس. شو اسمك؟ تعال تعال سلمي يا مريم. كيف حالك؟ شو يا مريم شو بتعملي؟ رجعت وين بيتكو يا مريم؟ هذا بيتكو؟ الآن القصف؟ قصف في الحار؟ قصف هو اليهود؟ قديش مستعد يعني؟ يمكن كثير والله، يمكن شهر ونص واخذ. شهرين. الجو برد؟ برد. طيب كيف تسبح في البرد؟ معي الحمد لله. معك غيار يعني؟ يعني اذا قاعد وانا طفرني الحرب وقعد نروي يا شيخ عبد العزيز. عبد الرحمن. من وين انت يا عبد؟ من القرية البدوية. يعني من الشمال؟ من الشمال. وين انت هالقيت؟ الحين في السنة. وين السنة موجودة؟ السنة اللي هي يعني في خان يونس. احنا من حي اهل غزة واطفال غزة ومن كل اليوم، يا بنتلاقى في القدس يا بنتلاقى في الجنة.